بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يمكن الفترة اللي فاتت اللي متابع أخبار تركيا أو الناس اللي عايشة في تركيا كانوا عارفين إن الأسعار في تركيا للخضار والفاكهة بالذات وبالتحديد غليت جدا. هي غليت لكل المواد الغذائية، لكن بالذات الخضار والفاكهة كانت ارتفاع أسعار غير مسبوق، ما حصلش قبل كده. يمكن البتنجان كان وصل ل 30 ليرة، الفلفل وصل ل 25 ليرة، الكوسة 25 ليرة، كل الأسعار. الطماطم وصلت ل 15 ليرة، الخيار وصل ل 35 ليرة، ودي عمرها ما حصلت. يعني كان يوم ما الخيار بيغلى كان بيبقى 10 ليرة. فبصراحة الأسعار كانت ارتفعت بطريقة جنونية، لكن يمكن يكون في سبب او يبقى سبب من ضمن الاسباب لارتفاع الاسعار بالشكل ده الفتره اللي فاتت، موضوع اللي كان نزول الثلج. فبالتالي طبعا الزراعه بيبقى الموضوع بتاعها صعب جدا، الخضار بيبقى قليل جدا، فيمكن علشان كده ده كان سبب من اسباب ارتفاع الخضار والفاكهه. ممكن تكون في اسباب اخرى، لكن هو ده كان من ضمن الاسباب اللي خلتها ترتفع بالشكل ده. وهو معروف ان في الشتاء هنا الاسعار بترتفع، هي طبعا ما ارتفعتش بالشكل ده قبل كده، بس معروف انها بترتفع شوية عن الصيف. ولان هنا الخضار بيبقى كتير جدا في الصيف، والانواع كلها بتنزل في الصيف مش في الشتاء، زي مثلا البسلة والفاصوليا. يمكن البسلة دي عندنا الموسم بتاعها كان بيبقى نهاية الصيف مثلا بداية الشتاء، وبتستمر طول الشتاء. لكن هنا العكس، هنا البسلة بتطلع نهاية فصل الربيع بداية فصل الصيف، لأن هنا الجو مختلف، طبيعة الجو مختلفة. فبالتالي هنا معظم الخضار بيطلع في الصيف، وعلشان كده الأتراك بيخزنوا الخضار بتاعهم في فصل الصيف وبيشيلوه للشتاء. وطبعا من اهم الحاجات اللي بيشيلوها هي الطماطم والفلفل الاحمر، بيعملوهم صلصات وبيشيلوهم بيستعملوهم طول الشتاء. شايفين اللي في الباترينا دي؟ اسمها يفقة، حاجه كده شبه الرواق الطري بس كبيره ورفيعه قوي، رقيقه يعني. وهنا في سيده هي بتسويها على الصاجه زي عندنا كده الكريب، هي بتحشيها جبنه وبتسويها كده على الصاج. ممكن احنا بنشتريها بالواحده، من غير ما تكون الواحده بتتباع ب 4 ليره، وبنحشيها احنا في البيت بقى لحم مفرومه، جبن اللي احنا عايزينه، سجق، اي حاجه بقى، زي ما احنا بنعمل مثلا الكريب كده، ممكن احنا بنستخدمه بالشكل ده برضه. من الحاجات اللي اسعارها كويسه جدا هنا هي التفاح، لانهم طبعا مشهورين بزراعه التفاح. التفاح بيبقى المتوسط بتاعه 4 ليرة ل 6 ليرة، فطبعا سعره جميل جدا، بيبقى أرخص من الطماطم يعني. وطبعا أنواعه كتير، سواء أصفر أخضر أحمر، في جميع الألوان. شايفين في هوت ب6، وفي الاتنين كيلو ب10، يعني بخمسة كيلو. وطبعا البيض اسعاره ارتفعت برضو في الفتره اللي فاتت، يعني 15 ب 20، يعني او 15 ب 17، يعني بيتراوح سعره مثلا ما بين 34 ل 40، في بقى كذا سعر. وفي بيض بيبقى صغير شويه كده، 30 بيضه ب 25 ليره. اللي قدامنا بخمسه ده الواحده كرفس، عامله زي القلقاس كده، زي راس القلقاس، وبيطلع منها اللي هو الكرفس بقى، عدان الكرفس. هنا برضو الكراس دي بتطبخ، بتتحط مثلا في التورلي او في خضار السوتيه يعني، بتبقى جميله جدا بطعمها حلو، وفي الشربات كمان. طبعا زي ما انتم شايفين، يمكن احنا جبنا لكم بزارات قبل كده كتير، بيبقى فيه طبعا برضو جزء للملابس، حتى لو ده سوق خضار وفاكهة، لكن بيبقى فيه برضو جزء للملابس، والحاجات الملابس القطنية والشرابات وملابس الأطفال، بس بطريقة يعني ايه، محجمة شوية أو محدودة شوية.
زي ما احنا شايفين هنا الفلفل كان بيتراوح سعره ما بين 16 و20. انا عن نفسي اشتريته ب16، في منه ب20. طبعا التجار هنا الاسعار بتتفاوت، في اللي بيبيع غالي وفي اللي بيبيع ارخص شوية، وبيختلف المنتج من بائع لبائع يعني. زي ما انتوا شايفين كده سعر الموز 9 ليرة، وكان فيه 8.5، بس طبعا ده كان الأحسن. الكوسة كان فيه ب16 وكان فيه ب20، طبعا هي نزلت شوية. إن شاء الله الفترة الجاية الأسعار تقل أكتر بإذن الله. طبعا اللي موجود هنا ب35 دي الكستنة، او زي ما بنسميها عندنا في مصر ابو فروة. انا بحاول خلال الفترة دي ان انا اكثف لكم من الفيديوهات وغطي لكم كل جديد، بحيث نبقى عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط في الارتفاع الاسعار وانخفاضه. وان شاء الله هحاول اغطي لكم من بازارات تانية موجودة داخل البورصة. فياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، ولو الاشعارات ما بتوصلكوش الغوا الاشتراك واشتركوا تاني وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات اللي بغطي لكم فيها تطورات الاسعار. ودايما يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك علشان ده بيرفع لي الفيديو. ويا رب ان شاء الله الفيديوهات اللي بعملها لكم حاليا تعجبكم، وتحاول توصل لكم الصوره ماشيه ازاي في تركيا، علشان سواء اللي عايز يجي للاقامه او عايز يجي للسياحه يبقى عارف مستوى الاسعار ورينج الاسعار ماشي ازاي حاليا. وكمان السوق ده كان الخيار فيه ب12، وبعد ما كنت زي ما قلت لكم في الاول انه كان وصل ل35، كان في السوق ده موجود ب12 وب15، كان سعره ابتدى يبقى يعني في المعقول يعني. طبعا بيبقى كمان موجود في السوق وفي البازار ده زي ما انتم شايفين المكسرات وال بانواعها المختلفه، واليميش والبسكوتات والانواع الحلوى زي اللقوم، او زي ما العرب بيقول عليه يعني احنا بنقول الحلقوم، او هو يعتبر اللي هو قريب من الملبن بانواعه المختلفة، بيتباع هنا في البازار وباسعار بتبقى كويسة. الكبيرة اللي هي موجودة هناك دي اللي محطوطة دي اسمها اللي شبه البصل الأخضر بس كبيرة، دي ده الكرات، لكن هنا معروف باسم البراسة. وطبعا موجود الزيتون بأنواعه والمخللات بأنواعها، كل يعني ما ممكن تحتاجه طول الأسبوع بيبقى موجود في البازار. الفراولة كانت موجودة لكن بسعر مرتفع جدا، كانت ب40 ليرة. زي ما انتم شايفين البرتقال هنا ب5 ليرة.
دي كانت جولتنا النهاردة من داخل بازار جروكلا في بورصة يوم السبت 19/2. يا رب تكون الجولة عجبتكم، حبيت اديكم فكرة عن الأسعار ونشوف الدنيا وصلت لفين في أسعار الخضار والفواكه وبقية المنتجات اللي موجودة في البازار. يا رب تكون الجولة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات مصرية في بورصة.